السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Dangerous from plastic feeding bottles. Feeding bottles هما الرضاعات. وراكم شفتوا الرضاعات كاين حتى يعني الرضاعات الزجاجية. راه البرو الفير بوروسيليكاتي هذيك البوروسيليكاتي هو يعني الفير اوردينير هذا الزجاج الطب العادي. الزجاج العادي كيكون فيه الرصاص مرتفع نسبة الرصاص مرتفعة بلون. وهذا البوروسيليكاتي هو يعني هو يعني تقريبا زجاج اللي شوية ناقص فيه هذا الموضوع فيه خطر يعني حتى زجاج فيه خطر لكن فيه خطر أقل بكثير من الخطر الذي يأتي من هذه الرضاعات البلاستيكية وهي الآن رخيصة وموجودة بكثرة وتباع يعني ما شاء الله يعني حتى لماذا؟ لأن ربما الكمية التي تمر كنسموها الميغريشن التي تمر من البلاستيك إلى الغذاء لتستقر في بطنك لتسبب لك سرطان أو حساسية فهي كمية قليلة جدا بالنسبة للوزن مثلا 90 كيلو أو 80 كيلو للشخص ولكن هذا الطفل عنده 5 كيلوغرامات الوزن دياله وتتعطيه يعني هذه الرضاعة من حجم 250 سنتي الله أعلم مربع لتر هذه من 250 سنتي وكيقول لكم تعطيه 3 90 سنتي فإذا كانت المرأة كانت تعطي الولد هذا يعني 7 ولا 6 ديال الرضاعات في النهار فكمية البلاستيك التي يأخذها هذا الطفل هي كافية لتقتله مش اللي تظهر عنده سرطان هي كافية لتقتله فهذا الرضاعة أكثر من ذلك أن النساء يفرغن الحليب سخون جدا عند حرارة 80 حتى 90 ولما بعد افراغ الحليب عاد يبردونها يعني تحت الماء او في الماء والعكس يعني يجب ان تبردوا الحليب اولا ثم يعني تفرغوه في هذه الرضاعه قلت لك واش نعطي لبنتي السن ديالها 8 شهور اللحم في الصوبه وياغورت والفرماج وشنو هي الماكله اللي نعطيها لها وتنفعها يعني ما عرفتش هاد السيده بغات البنت تولي تعجن دغيا ولا بغات تسوق الطوموبيل ولا ما عرفتش عرفتش انا علاش العيالات باغيين يعلفوا ولادهم سبحان الله يعني سبحان الله يعني ذاك الغريزه ديال الاكل اللي عند الام ما شافتش ولدها غليظ ما تقدرش لا هو المصيبه هذه هي المصيبه عند العيالات هي تظل تشوف هاد الدري خصو يطول دغيا وخصو يولي يبدل البوطه وخصو يولي يتسخروه يعني الطفل راه كيمشي باطوار والكارثه الكبرى اللي تنبهنا لها واللي قلناها الناس في 1996 قلنا ما تشريوش الاطفال اللعاب اكثر من العمر ديالهم يا عباد الله ما تشريوش الاطفال بازل ما تشريوش الاطفال ليغو غادي نتعقدوا ولادكم لا اله الا الله لان الطفل من اللي ما كيعرفش البازل كيسلم بانه مثالي ما حشمت نقول ديك الكلمه بالدارجه ما بغيتش نقولها لان انا كنحترم المستمع الكريم وخصو يسمع كلام نظيف كلام نقي هذا الطفل هذا كيولي يسلم من اللي ما كيعرفش البازل ما كيعرفش يخرج داك البازل اللي لاقي ديك الصوره ولا داك الشكل هو كيولي يسلم بان عقله متخلف بانه مجمك كما نقولوا حنا بالدارجه ديالنا هذه خطيره جدا ثم اللعبه اللي كيكون مقيدين على الصينيين هما اللي رائدين في اللعب ديال الاطفال يعني كيف ما كان العالم يعني اللعب ديال فرنسا وديال بريطانيا قلال عندنا في المغرب ملي كتكون اللعبه مكتوب عليها عامين خصهم يشريوها للطفل ديال عامين وملي تكون مكتوب على 6 سنين ما يشريوهاش للطفل ديال عامين لان ما غاديش يعرف يلعب بها وغادي يتعقد الطفل غادي يتعقد هذا هو المشكل هذه السيده هذه البنت عندها 8 شهور باقا كترضع باقا كترضع هذه الطفله هذه الا ما قدتهاش تشري لها حليب صيدليه لان على الاقل حليب مضمون ما عندنا كنديروا لان ما تقدرش تعطيها حليب بقر دابا الكازين ديال البقر ما تقدرش على هذه البنيه هذه ديال 8 شهور الاشياء المسموح بها لهذه البنيه هذه هي كل شيء الا القمح واللحم كل شيء الا القمح واللحوم كل شيء مسموح به تعطيها الفواكه بكثره تعطيها الخضار تعطيها زيت الزيتون تعطيها عسل تعطيها تمر تعطيها كل شيء ما عندهاش مشكل مع البنيه يكون نظام نباتي ولكن القمح لا ما تعطيهاش القمح تعطيها الرز ماشي مشكل القمح حتى 14 شهر يعني تفوت عام تفوت 12 شهر الا بغات تعطيها القمح لان القمح المشكل تاع القمح حتى هو ترانسجينيك دابا هو مغير وراثيا والقمح الجلوتين ديال القمح ولا كيشكل مشكل للاطفال في التغذيه ديالهم تعطيها الرز تعطيها حتى هذه البنيه هذه ممكن تعطيها شويه قطاني ما كاينش مشكل واخا غادي يديروا لها انزعاجات وبعد شويه الغازات ولا بلاش فهذه البنيه تقدر تعيش على الفواكه والخضر ومازال كترضع وما كاين حتى مشكل تدير لها عصير التمر هذاك التمر كدلكو في الماء سخون وغير شويه ما ديرش نص لتر يعني دير واحد نص كاس ديال الماء ودير فيه ولا دير كاس كاع ديال الماء دافي نقي يكون ماء معدني
وتسخنوا الدفي شويه ودير فيه ذاك التمر، بغات تطحنوا كاع في الروبو طحنوا وتصفيه في الباسوار، وهذاك الماء تشربوا هذه البنت تشربوا ليها بالملعقه ماشي بالبيبرون، شربوا ليها بالملعقه، لان الطفل كيكون عنده واحد السلوك مع البيبرون ملي ما كيلقاش فيها الحليب كيرفضها. نعم. الا لقى حاجه قاصحه بحال الصوبه ولا لقى حاجه جاريه بحال الماء يرفضها، لانه ادعى على لافيسكوزيتي الحليب والمذاق الحليب في الرضاعه، لان الرضاعه ولات عنده بحال ديك التجربه ديال بافلوف، يعني ولا عنده واحد يعني ريفلكس كونديسيونيل، يعني خاص هذا الرضاعه يكون فيها الحليب، اذا كان فيها حاجه اخرى كيرفضها. راه كيلاحظوا العيالات ان ملي كدير فيه الماء في الرضاعه ما كيشربش، خاصها تشربوا الماء بالملعقه، وخاص الرضيع يشرب الماء ولو عنده شهر، خاصها دير ليه ملعقه صغيره وتقطر ليه الماء في فمه. علاش؟ لان يعني النساء ما كينتابهوش. لكن تيقول لك الماء كاين في الحليب ديال الام كيطول. لا نعم كاين، ولكن خاصو الماء، خاصو كميه زائده. علاش؟ لان الماء كيطول الطفل، كيجي طويل، كيجي عنده 2 متر الا شرب الماء في الصفر ديالو. طيب الاسئله ديالي، هو الاب ديالي كيعاني من مرض القلب والشرايين، هذه الايام اللي سمعنا الدكتور تبعنا ليه هذا النظام انه حيد اللحوم، ولكن اذا مشينا طيبنا اللحم مع الخضره واش ممكن انه ياكل يتناول ديك الخضره؟ لا غير ممكن ياكل الخضره الدواز بزيت الزيتون طايبه بوحديتها في الطاجين بلا لحم. وعلاش ما ديروش ليه الطاجين ديال السمك؟ وعلاش ما تصاوبوش ليه الشوربه ديال السمك هذا السيد هذا؟ هاد الاب ديالكم الا كان عزيز عليكم صايبوا ليه الشوربه ديال السمك، طحنوا الحوت مع زيت الزيتون مع الثومه مع التوابل وصايبوا ليه الشوربه ديال السمك يشربها، شوربه ديال السمك جيده. علاش؟ لان السمك ملي كيكون شوربه كيتهضم بسرعه. لان المعده لي شوز اون سوليسيون، ملي كيكونوا لي شوز هذه كلهم ليكويد، اول ليكويد سوليشنز ار ايزي يعني تو ديجست، ففي المعده الداخل ملي كيكون شيء سائل البيبسين دغيا كتخلط، لان تولي رياكتور، تولي ميليو رياكسيونيل داخل فيه. يعني ملي كتكون الحاجه صلبه خاصها تعصر وتفتت وتذوب عاد تهضم. هذا السيد هذا ممنوع عليه اللحوم، ممنوع عليه اللحوم طيبين مع الخضار وجميع اللحوم، الله يجازيك بخير، يعني الدجاج وبيبي والغنمي والبقري والمعزي والسمان والحجل والوزك جميع اللحوم، ولكن ياكل السمك والبيض البلدي ما عندوش مشكل، البيض البلدي والسمك ممكن ياكلوا، والسمك ياكلوا طيب طاجين، وياكلوا في الكسكس، نزيد ناكد رانا ما غلطش، الكسكس كاين الطروفه ديال الحوت كبير بحال السنور، ذوك الطروفه الكبار ديال الحوت يفوروا عليهم الناس كسكسو، يعني باقي ما على الاسف العيالات ما كيديروش هاد القضيه هذه، وما عندوش مشكل، يعني راه السيده هذه عنده امراض القلب والشرايين ما عرفناش من نوع عنده، ولكن اكيد الى حيد اللحوم راه غادي تحس الحاله ديالو، غادي يلاحظ هو راه غادي يحس. مستمعه قالت لك انا حامله في 5 شهور وقالت لي الطبيبه ما تصوميش وانا كنصوم واخا شويه الحال صعيب عليا، اش من نظام تبع؟ النظام عادي، ما تاكلش مواد صناعيه وتاكل في دارها، طبخ المنزل، وتاكل اشياء جيده قويه. يعني اشياء قويه، شنو الاشياء القويه؟ هي طبخ المنزل بزيت الزيتون، تاكل الفواكه والخضر، وتاكل سمك، وتاكل قطاني، وتاكل يعني ما اللوز والقرقاع، الا ما عندكش الحساسيه تاكل فواكه جافه، وتشرب الماء بكثره ان شاء الله في الليل، وتصوم. لقيت لها الطبيبه صوميش، الطبيبه ما عندهاش علاقه برمضان، الطب ما عندوش علاقه برمضان، الله يجازيك بخير، غادي تصوم هذه السيده وغادي تولد ان شاء الله بسلام، والطفل غادي يجي طفل ان شاء الله صالح. وديما تنقولوا من طبيعه الحال ان كيف ما كتقول انت يعني رمضان ما كيخدعش العبوده، ولكن الا هي حست براسها عندها صعيب عليها عندها رخصة. هي هذه السيده شنو كنصنفوها؟ كنصنفوها متطوعه لله، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون.